سيد الوحيد سيد الحبيب الأشرف الأكرد عين مولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى روح آبائي وأطفال من الأنبياء والمرسلين وآل وأصحاب أزواج وأنصار وذريات وآل بيت أجمعين ثم إلى روح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحمد والعباس وسيد الحسن والحسن وسيد المبشرين والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى روح سيداتنا فاطمة البدر بن سيد المرسلين وسيدنا خديجة الكبرى وعائشة رضي الله عنها ثم إلى روح سيدنا سيدنا العامل وابن سيدنا محمد البن وسيدنا جواد الثاني وسيدنا علي الفريدي وسيدنا محمد الناجي وسيدنا عيسى وسيدنا محمد بن الله احمد بن عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا عبد محمد وعلي ثم سيدنا البدر ثم الى سيدنا الاكمل العظيم المجيد مقدم محمد بن علي وابن سيدنا الغوث المبروع ثم الى سيدنا المي بن الفقيه والمي والي ومحمد ولد بن الله ثم الى سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وبني سيدنا عمر المولى سيدنا ابي بكر السكران واخواني ابو سليم ابو رعيب ثم الى القدر الملا وسلطان الوجود سيدنا حبيب عبد الله بن ابي بكر الايت رسول ابي بكر والبي والشيب وسمى جميع سلسله الادريسيه ثم الى المقر الوجود سيدنا الشيخ بكر بن سالم وبيته واخيه الحبيب بكر بن سالم ثم الى روح سيدنا الحبيب عبد محمد الابسي مولى الشعب والحبيب عبد الرحمن محمد بن وزن الابسي وابني الحبيب قلبي وثم الى ارواح اهل زبان وانذر وبشر والفرد والمعنى والبنك والشبيك وسلم وامرهم ثم لما سيدي البلد سيدنا ومولانا الشيخ محمد ارشد بن عبد الله البنجاري وسيد محمد زيني بن عبد القدير سكومبل ولد احمد رحمه الله مولى امبل وابني الشيخ ابراهيم صاحب دومر واخواني ثم الى ربع صالح صاحب صالح صاحب تسعه كبر ومولانا ملك ابراهيم ومولانا يسوع ومولانا محمد بن ابي كنسكين ومولانا بنكر مولانا كابتن ومولانا مغربي صاحب ساسي مسلم وفرع عبد الملك الحاج حسين بن ابي بكر عليه الصلاه والسلام الاول بدن جكرد ولم يشاهد بن احمد بن جوا الحبيب محمد وما الى روح الحبيب عبد الله بن محسن الاطلس واولاده ثم الى روح ابي حسين بن محمد بن طاهر الحكم واخي الحبيب ابي مسلم وفرع ثم الى روح الحبيب احمد بن عبد الله بن طارق الذي زوجني الله بن ابي وسلم ولد ابي بن حسين ولد ابي بن عبد الرحمن الحبشي واولاد عبد الرحمن محمد الحبيب ابي بكر بن عمر بن يحيى ابن عبد الله بن يحيى الاهل علي بن محمد الصابر ثم الى روح محمد بن عيد راس الامس واولاد الاهل محمد بن احمد المضر ولد ابي وكيل محمد اعزب السقاف قول حبيب القدس بكر بن محمد بن عمر السكاف واولاده ثم الحبيب عبد القادر بن الوي السكاف صاحب توبه الحبيب الوي بن سكاف السكاف والحبيب جعفر بن سينا سكاف واولاده ثم الحبيب محمد بن حسن الايدرس واخي الحبيب محمد المشر واخواني الحبيب وزيد بن محمد بن سل العيدرس ثم الحبيب صالح بن حسين الحامد الحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب احمد بن علي بن الفقير الحبيب محمد بن حسين بعبود والحبيب سالم بن اجر الحبيب محمد بن ابي بكر السكه ولد احمد بن زوج الزين ولد احمد بن غالب محمد بن عبد القادر بن هادي السقام واخوانه الحبيب احمد الحبيب محمد وسلم وابراهيم ثم الى اولياء تسعه كمن سنن ولي صوم في جو المدوره والى حضره صوم الشيخ خذ البنكالة ثم إلى مسين نهضة العلماء وجميع مسائل السهاب خصوصا حضرة الشيخ الأشعري وأولاده وذرياته وأهل سلسلته وأصوله وفروعهم ثم إلى مسين سيدوكيري وأصولهم وفروعهم ونخص إلى روح من سئل البرودة حبي عبد الله محمد البوزير وصل وفروي أن الله إذا غشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله يغفر ذنوبنا ويؤتي كل من سؤله ولا ما يرد الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع أعمالنا ويسبي جميع
kami amardona kama sawali sahibil buruda wa yubarikulana fi awladina wa yarzukuna birrahum wa yafatuhu min fitnati hadas zaman ya hafidhu ya hafiz ihfazna wa jamil ahli wa ayyali min jamil afati wal ahadi wal adiyat wal baliyat Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'isuma wa ahdim bisalihati a'malana wa antahil a'malana fi khairin murabbin wa afiyah ala hadihi niyyah wa ala kulli ma nawa bihi salafun as-salihun wa ala kulli ma nawa bihi maulana sekumpul lahadratin nabi al-fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين